تتعرض المملكة المتحدة وأجزاء من شمال فرنسا إلى عاصفة قوية مصحوبة بهطول غزير للأمطار وهبوب رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة. وتم إلغاء العديد من الرحلات في مطار لندن بسبب سوء الأحوال الجوية. يقول هذا المسافر: ماذا يمكن أن نفعل؟ نحن ننتظر هنا، يبدو أن العاصفة قوية جدا، لذلك يجب قبول ما يحدث. تقول هذه السيدة: تم إلغاء رحلتي، أعتقد أنهم يبالغون في هذا الأمر. وانتشرت قوات الإنقاذ البريطانية على شاطئ في نيو هايفن للبحث عن صبي مفقود، كما حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الرياح قد تتسبب في نشر الدمار واقتلاع الأشجار، لذلك طلبت السلطات من السكان البقاء في منازلهم.